الكل عنده حلم يشتري عربية جديدة، سواء علشان يتنقل بيها أو علشان يحسن مستواه الاجتماعي أو حتى كنوع من الاستثمار الشخصي، لكن المشكلة في الفلوس. في الفيديو ده هنقولك إزاي تحقق حلمك وتشتري عربية مع أكبر 3 بنوك في مصر. خليكوا معانا. علشان تقدر تجيب عربية بسهولة، مش قدامك غير البنوك، لأنها بتقدم قروض سيارات بفايدة تنافسية وتقسيط مريح. هنتكلم معاكم في الفيديو ده عن قروض السيارات في 3 بنوك رئيسية، وهم بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد وبنك مصر. في بنك التنمية الصناعية بيقدم برنامج تمويل عربيته بتسهيلات كتيرة، وده اللي بيخلي الحلم قريب جدا. الحد الأقصى لقيمة القرض للعملاء الجداد 3 مليون جنيه، أما الحد الأقصى للعملاء الحاليين 4 مليون جنيه، ولازم يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 سنة للموظفين، والحد الأقصى لمدة القرض 7 سنين، ولازم تدفع 20% من قيمة العربية مقدم. طيب مين ممكن ياخد القرض ده؟ القرض متاح للموظفين أصحاب الأعمال والمهنيين، وده لأن بنك التنمية الصناعية بيقدم حلول مرنة وسهلة علشان تقدر تحقق حلمك بامتلاكك العربية بكل سهولة. المصرف المتحد كمان بيقدم تمويل عربيته بتسهيلات خاصة جدا، يعني عندك مدة سداد القرض 6 سنين، والمصرف بيمول لغاية 90% من قيمة العربية، وكمان القرض متاح لكل الفئات، أفراد اللي عندهم دخل شهري وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات. القرض من المصرف المتحد بيضمن ليك تمويل كبير ومدة تقسيط معقولة، ده غير إنك مش محتاج تدفع كتير مقدم. أما بنك مصر فهو برضو بيقدم برنامج تمويل السيارات بمميزات كتير، ولازم يكون عمر العميل 21 سنة، والحد الأقصى لقيمة القرض 6 مليون جنيه حسب فئة العميل، ومدة السداد بتوصل ل10 سنين. البنك بيمول لحد 100% من قيمة العربية، وكمان متاح للموظفين بتعهد جهة العمل أو قسط شهري أو بموجب إثبات الدخل، وكمان متاح لأصحاب المهن الحرة واللي عندهم أنشطة تجارية وصناعية وأصحاب الأوعية الادخارية. بنك مصر بيوفر لك تمويل كامل للعربية، ومدة التقسيط بتوصل ل10 سنين، يعني هتقدر تدفع أقساط صغيرة على فترة طويلة. ليه تختار تمويل السيارات من البنوك؟ أولاً علشان التسهيلات المالية، البنوك بتقدم قروض بشروط ميسرة وأسعار فايدة تنافسية، وده بيساعدك في تحقيق حلمك بامتلاك عربية بدون ما تشيل هم المبلغ كله مرة واحدة. وكمان تقدر تختار مدة التقسيط اللي تناسبك من 6 سنين لحد 10 سنين، وده بيعني انك تقدر تدفع اقساط صغيرة على فترة طويلة. البنوك كمان بتقدم تمويل لكل الفئات، سواء كنت موظف او صاحب مهنة حرة او صاحب شركة، يعني هتلاقي دايما الحل اللي يناسب وضعك المالي. طيب ايه هي اجراءات التقديم على قرض العربية؟ اولا اختار البنك اللي يناسب احتياجاتك من حيث قيمة القرض ومدة التقسيط، وبعدين جهز الاوراق المطلوبة زي بطاقة الرقم القومي واثبات الدخل واي اوراق تانية يطلبها البنك، وروح لفرع البنك او قدم الطلب اونلاين لو متاح، وقدم الاوراق المطلوبة. البنك هيراجع طلبك والاوراق، وفي حالة الموافقة هيتواصلوا معاك علشان تكمل باقي الاجراءات. وكل اللي عليك تختار عربية تناسب ميزانيتك واحتياجاتك، مش لازم تكون اغلى عربية علشان تحقق حلمك. قارن بين عروض البنوك المختلفة علشان تلاقي افضل فايدة وافضل شروط، وقبل ما تقدم على القرض اعمل خطة مالية تضمن انك تقدر تدفع الاقساط بانتظام بدون ما تأثر على مصاريفك اليومية. انك يبقى عندك عربية جديدة يبقى اسهل مع قروض العربية من البنوك، سواء اخترت بنك التنمية الصناعية او المصرف المتحد او بنك مصر، هتلاقي تسهيلات وتمويل يناسب احتياجاتك المالية. فهل شايف الظروف مناسبة للتقديم على قرض السيارات؟